رب الغفور، عفو الغفور محمد نور الدين بن حفيظ عبد الحفيظ السويد الحلبي. وكانت اخر مراجعه فجر السبت 26/12/428 في من هجره الحبيب محمود صلى الله عليه وسلم الذي وافقه 15/1/2008 روميه. هو هني قايل شنو هاي الفهرس، انا كله اهتم بالفهرس. وروميه هني شارح السويد، هني شارح روميه. تدرون شنو روميه؟ يقول نصارى لبنان يسمون السنة الشمسية، لحظة معي الحلب يا ابو سيدك. يقول نصارى لبنان يسمون السنة الشمسية بالسنة بالنسبة بالسنة الرومية راء، وليست بالسنة الميلادية ميم، لأن ميلاد سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام حسب زعمهم في 25/12 وليس في 1/1. والعجب أنهم يحتفلون بميلاده ثم يزعمون أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، فكيف مولود وكيف له صفات الألوهية؟ إنه العجب من عقيدتهم، والحمد لله الذي هدانا لعقيدة التوحيد فله الفضل والمنة. وشكرا، وأغلق الكتاب، وهذا ناشر وهذا موقعه. وشكرا.